أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة اهتمام الوزارة بتأهيل وتدريب الكوادر المحلية وتنمية قدراتهم المؤسسية والفنية على مختلف المستويات، خاصة المعنيين بتنفيذ مبادرة حياة كريمة. جاء ذلك خلال استقباله للممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أليساندرو فركاسيتي، حيث شهد اللقاء متابعة استعراض مجالات التعاون المشتركة بين الوزارات والبرامج، وعلى رأسها مشروع دعم وزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة.